مباراة بكرة صعبة ومباراة تانية في خلال شهر مع فريق محترم، عنده مدير فني محترم وعنده لاعبين حسام حسن وزياد طارق راحوا لهم إعارة. بص يا كابتن، اكيد مباراه بكره صعبه جدا. النادي الاهلي عنده دلوقتي خلاص رغبه بشكل كبير قوي ان هو يفوز بلقب كاس مصر، يعني خلاص الطرف الاول اتحدد في المباراه النهائيه فريق بيراميدز. النادي الاهلي حابب ان هو بقى يتوج بلقب الكاس ويكون اول بطوله طبعا السنه دي ان هو يتوج بيها الكاس القديم طبعا. فبتاتي طبعا صعوبه المباراه يا كابتن من سموحه. انا بشوف ان فرقه سموحه من الفرق كده اللي بلغه الكوره يعني رخمه شويه، اللي هو بتقف ورا بشكل كبير جدا، دفاعيه بشكل كبير قوي. يمكن في مباراه الدوري انا ما كنتش مبسوط بصراحه، مباراه الدوري الحكم سمح بشكل كبير قوي ان المباراه تتوقف وتتعطل. كابتن هاني سليمان بشوف صور كده على الفيسبوك، اتمنى انه ما يكونش هو اللي بيحطها، القصه تضييع الوقت بالنسبه له. انا بشوف ان الموضوع ده مش صح وموضوع مش ايجابي بالنسبه لاي لعيب كوره في العالم انه يفضل يضيع في وقت بالشكل الغريب. لا اصل لو برضه في حكم بيحسب على اخر البروتوكول لحد الاخر، احسب لي زي ما حصل في كاس العالم كده، ماتش بيطلع 20 دقيقه وخمس. حد قال لي قبل كده ده بقى في بروتوكول الدوري دلوقتي خلاص، يعني ما بقاش اختياري للحكم، يعني بقت مراجعه الفار دي. عارف حد قال لي اقتراح ايه؟ ان واحد يقعد حكم خامس، حكم خامس او ما يعملش حاجه، ما يعملش حاجه، يحدد بس التوقيتات الوقت الضايع. كابتن هتشوف عندنا ارقام خرافيه، لانه ما خرافيه ليه؟ لانه واحد زي كابتن هاني سليمان 14 دقيقه الماتش بيضيع. كابتن مباراه سموحه الاهلي والسموحه الاخيره لعبنا، الاهلي لعب 35 دقيقه فعليا في المباراه. 35 دقيقه من 90 ده رقم كارثي. يعني انت بتتكلم ككوره ازاي في مباراه الاهلي وسموحه اللي فاتت تقول الاهلي اتعادل ولا الاهلي حصل له مشكله فنيا وهو ما لعبش اصلا بسبب وقف الكوره بشكل كبير جدا. ولكن نتمنى ان بكره المباراه تكون شكلها مختلف، ولكن اكيد مباراه سموحه بكره سموحه هتنزل مقفله الملعب. الاهلي لازم من بدايه المباراه لو عاوز ان هو يتاهل بشكل اسرع وبشكل هو الافضل ان هو يخطف المباراه مبكرا. الاهلي عنده القدره ان هو يضغط على خط دفاع سموحه بشكل كبير جدا. سموحه زي ما هو بيعرف يقف ورا دفاعيا، سموحه عنده مشاكل كبيره قوي، مشاكل بالنسبه حتى للجهاز الفني. الجهاز الفني مش عارف هو مكمل ولا لا. تخيل انت مدير فني ورئيس النادي مش عاوزك، فالموضوع بيبقى صعب. وبعدين بيتم الاعلان عن كده يعني رسمي بشكل كبير جدا. وكمان كابتن طارق شفته بعد مباراه طلع الجيش بيتكلم ومنفعل قوي بعد كل جول حسام حسن. ولكن بكره في دوافع برده عند بعض لاعبين سموحه، اتوقع ان حسام هو اللي هيشارك بشكل اساسي. حسام هيكون عنده دوافع كبيره قوي ان هو يكون ظاهر بشكل كويس قدام النادي الاهلي. برده في نفس توقيت النادي الاهلي لعيبته الفتره اللي فاتت جاهزه، شوف ان الدوافع برضو بالنسبه لهم عاليه شويه. بشوف ان التعادل المصري مش التعادل يا كابتن اللي هينزل الدوافع بشكل كبير، كانوا عملوا مباراتين مميزين، دي بطوله ودي بطوله قدام بيراميدز بشكل كويس، وبعد كده قدام انبي. بكره برضو ممكن نشوف الصفقات الجديده للنادي الاهلي، هتشوف ممكن كريستو، ممكن نشوف كهربا بكره في بعض دقائق المباراه بعد قرار اتحاد الكره النهارده بحقيقه طبعا المشاركه. فعندك بعض الحلول بكره انك تقدر تجرب وتشارك، بس المباراه لابد انها تخلص في اول نص ساعه او اول حتى في الشوط الاولاني يخلص، لان انت سموحه لو اديتها الوقت طول ما هي بتاخد الوقت طول ما هتبتدي تاخد ثقه وبتضيع، خلينا واضحين هيفضلوا يضيعوا وقت ويفضل الموضوع واقف، مش هيبقى في خطه بتتبني. هم عندهم اثنين بس سرعات، ممكن صديق جولا ويلعب كمان بحسين فيصل ان هم يقدروا يلعبوا بشكل كويس، وعندهم لعيب كده جناح اسمه مكرونه لعيب كويس او لعيب مهاري محمد مكرونه. ولكن خط دفاع سموحه النادي الاهلي يقدر ان هو يسجل فيه بشكل قوي. يعني من الممكن يا مجدي ان احنا نرى تغيير في طريقه سموحه خلال المباراه بكره؟ يعني ما اعتقدش تغيير جذري اللي هو تقول مثلا الكابتن طارق ينزل يهاجم الاهلي يعني، بس هنقدر نقول انه الكابتن طارق دلوقتي توفر على اسلحه هجوميه جيده جدا. اوكي، يعني احنا بنتكلم على حسام، ولو دفع بزياد طارق الله اعلم يعني هيبقى اساسي. هو زياد طارق عليه مشكله يعني لسه هو بيقول له بس على فكره انا بشوف الكابتن طارق مش من هذه النوعيه، مش من نوعيه المدربين. يعني انا بستغرب جدا الكلام اللي، لكن ما اعرفش ممكن ايه اللي يحصل، لكن هو لو شايف ان زياد طارق لعيب كويس هيلعبه. لا يعني اكيد، بس وزياد الحقيقه الموضوع انت لعيب جامد جدا. لا ملو ما بي يعني اصل ما فيش مدرب ما تزعلش منه، هيلاقي عنده لعيب ممكن يكسبه، هيلاقي عنده لعيب ممكن يكسبه وما يلعبوش مهما كان هو في الاخر. هو في الاخر مين اللي مش المدرب هيتقال مدرب كسب، لكن المدرب هيتقال ان المدرب هو اللي كسب، وهو يهمه ان هو يكسب الاهلي بكره عشان يصل للمباراه النهائيه بزياد بحسام باحمد مجدي بمحمد جمال باسلام باي حد، لانه في الاخر هيقول ان انا اللي عملته، وبالتالي ده لازم يدي دوافع كبيره جدا عند سموحه وعند النادي الاهلي برضه. خلي بالك لانه الناس مستسهله، لا الماتش مش سهل، لا الماتش مش سهل نهائي. وانا يعني بغض النظر عن خبره كابتن طارق العشري، فانا بقول لك فرقه سموحه عندها اسلحه كتير قويه في الملعب. مظبوط، يعني حتى نص الملعب استامنة عاليه جدا بدنيا. برافو عليك. وانت مش قادر، عندهم دودو دوكو صغير 18 سنه في نص الملعب ولعيب كويس قوي من بيني لعيب ممتاز جدا، وخط الدفاع وبيلعب بشريف رضا وحكم شبانه بكره كمان شبانه لو موجود، فثلاثه خط دفاع محترمين جدا جدا يا كابتن. اكتر من حل عند كابتن طارق العشري على المستوى الهجوم،
حسام حسن انا سعيد جدا بالمستوى اللي قدمه الفتره اللي فاتت والجونين اللي سجلهم، وبيلاقي نفسه في سموحه، لانه لما بيبقى زي ما بيتقال ايه المين مان، يعني اللي هو لما بيبقى الرجل اللي الخطه كلها قايمه عليه، فعلا حسام بيلاقي نفسه. ولكن لما في الاهلي كان عنده مشاكل شويه ان في اكتر من سلاح. بص انا ما تزعلش مني، انا في الحاجات اللي زي دي بحب ابقى واضح. انا في النهايه يهمني او انا بشوف ان لاعب النادي الاهلي الضغوط اللي موجوده عليه اكتر من اي لاعب اخر. 100% طبعا. معناها ايه؟ ده احنا شفناه في الملعب. انا ده عشان بقول لك انا شفته بقى في الملعب وحواليه الجمهور. فانت بتشوف، لكن في الشارع بلاش الجمهور بقى، اللي في الملعب في الشارع حياتك اليوميه، حياتك اليوميه. انت نازل من العماره بواب العماره. انت نازل من عديت العماره، دخلت ركبت تاكسي التاكسي، دخلت تحلق الحلاق، دخلت تروح تجيب اكل الناس، دخلت قعدت في اي اكبر فندق في مصر، كل اللي قاعدين في اكبر فندق في مصر معظمهم اهلاوي. فبالتالي انت عندك كل الناس حطاك تحت الميكروسكوب، حطاك تحت الميكروسكوب وتحت الضغط. فاهم بالظبط. هي انا بشوف ان هي تحمل ضغوط. يمكن تكون التجربه مفيده بالنسبه لحسام الاعاره دي، ويرجع الاهلي يعني على الاقل يبقى متوقع الضغط. يعني ممكن صحيح. انت لما ترجع تتوقع الضغط تاني يبقى عندك فكره هتقاومه ازاي. محمد يبقى هو عنده الهدف دلوقتي ان هو يرجع تاني النادي الاهلي. يبقى عنده الهدف ان هو يرجع مهاجم النادي الاهلي. اللي برضه خلينا متفقين اللعيب عليه دور كبير قوي قوي انه يلعب في النادي الاهلي. صحيح. اي لعيب في النادي الاهلي محتاج يمشي على نظام معين ان هو بيلعب في النادي الاهلي. ان هو بيحارب عشان يلعب في النادي الاهلي. صحيح. بيحارب على مركز اساسي في النادي الاهلي. لكن قصه انا مثلا مش من الناس اللي بتحب ان لعيب النادي الاهلي يبقى بيفكر دايما انا ما بلعبش انا مظلوم. القصه دي انت لو في الملعب بتادي هتلعب وهتشارك. فانا بشوف ان حسام لازم دلوقتي يكون بيفكر ان الست شهور دول يرجعوه تاني يشارك مع النادي الاهلي بشكل اساسي. انت لو هداف الدوري مع نادي سموحه، هل تفتكر لما ترجع النادي الاهلي الجمهور اللي هو اكيد عاوزك تبقى موجود، اكيد الجهاز الفني هيبقى عايزك موجود، اللعيبه حتى حواليك هتبقى فرحانه ان انت موجود معاهم وادائك بشكل مميز. فحسام اكيد عليه دور كبير، وزياد كمان عليه دور كبير. زياد طبعا. لازم لعيب صغير لازم يحصل كلام معاه، ولازم كابتن طارق يلم الموضوع ويحتويه كمان. انا بقول لك كابتن طارق العشر دي مش اسلوبه. اللي انا اعرفه كده، هو لو هيلاقي زياد، وانا شايف ان زياد لعيب جامد جدا جدا يستطيع ان يستفيد منه. طب مشكله كابتن انها تصريحات اعلاميه، ما ينفعش برده لعيب يسمع من مدربه. صحيح. ان هو ما كانش عنده رغبه فيه، وما ينفعش يسمع من رئيس النادي انه ما كانش عنده المدرب ما كانش عنده رغبه فيه وانا جبته برده. بس خلي بالك هو كابتن طارق ما اتكلمش في هذا الامر، هو اللي اتكلم المهندس فرج، هو اللي طلع وقال. ايوه بس هو مشتبك في الموضوع، يعني ايا كان مشتبك في الموضوع غصب عنه، يعني لانه مدرب الفريق. لانه المدرب الفريق فايا كان الدنيا. حتى كابتن طارق مرد على القصه دي قال لك انا عندي بس لاعبين كتير في المركز دوت وبفكر ومش بفكر. لا محتاج انك تقول الكلام اللي احنا بنقوله ده كله. خلي بالك يجب ان يكون هناك من جانب النادي الاهلي او من جانب لعيبه النادي الاهلي يعرفوا ان بكره كل ده انا بقوله ليه؟ علشان بكره. صح. عشان كل هؤلاء اللاعبين لعبت حسام زياد صديق أبولا دودو حسين فيصل بقيه اللاعبين يعني سليمان كل اللعيبه هيبقى عندها رغبه كبيره جدا 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 في الفوز على النادي الاهلي. صح. بكره. وبالتالي لعيبه النادي الاهلي بكره عندها مباراه في غايه الصعوبه وفي غايه الاهميه وفي غايه القوه.